اهلا بحضراتكم في فقره الخميس المميزه مع المميز محمد الباز وتحليل وارقام مختلفه. النهارده حصاد يمكن نهايه الدوريات الخمسه الكبرى، هيشرحها لنا ونشوف افضل لاعب وافضل فريق وحاجات كتيره جدا على المستوى الفني مع نجمنا محمد الباز. باز ازيك؟ ازي حضرتك؟ مساء الخير. إيه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. يلا محضر لنا ايه النهارده؟ يعني في الحصاد لازم نبدا بتشكيله، يعني افضل تشكيله، افضل بوزيشنز، مراكز في الخمس دوريات الكبرى. احسن 11 لاعب على مستوى الدوريات الخمس الكبرى في اوروبا محضر لنا، يلا نبدا بيها. خلينا نبدا بالتشكيله. طبعا يعني لو هنفترض نلعب ب 4-3-3 وهي برضو اشهر سيستم معظم المدربين في الدوريات الكبرى بيلعبوا بيهم. يعني لو نعرض التشكيله نبدا بحارس المرمى كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الاخطبوط العظيم، كان له دور كبير جدا في تشامبيونز ليج وفوز ريال مدريد زي ما شفنا امام ليفربول في النهائي. يعني قول لي ليه مش اليسون بيكارت على سبيل المثال؟ كمان عمل موسم اكتر من رائع. هل اخترت كورتوا نتيجه بس المباراه النهائيه امام ليفربول وتالقه الكبير، ام على مستوى الليجا الاسبانيه كان متفوق؟ يعني طبعا اخترته علشان النهائي بس، ولا كان على مستوى السيزون كاملا؟ يعني هو للامانه اولا لان في النهائي كان ليه دور كبير جدا، يعني اثرت بالنهائي بشكل كبير جدا. لا، 9 تصديات جوان بشكل كبير جدا، 9 تصديات شالهم كورتوا من قلب المرمى، يعني 3-4 من محمد صلاح لوحده. على فكره ده اكبر رقم في التاريخ، نهائيات دوري ابطال اوروبا ولحارس مرمى. على الرغم من ان هو ثالث اقوى كلين شيت في الدوري الاسباني مقارنه طبعا باليسون بيكر وادرسون في الدوري الانجليزي، هم اقوى كلين شيت او افضل كلين شيت في الدوري الانجليزي، يعني نفس الرقم 21 رقم. اما اليسون كورتوا في الدوري الاسباني 16 كلين شيت، فهم الافضل رقميا. ولكن احنا شفنا اخطاء كبيره لاليسون بيكر للامانه، يعني كورتوا لا كان ماسك نفسه حارس يعني عملاق، ليه ساهم بشكل كبير جدا في فوز فريقه خصوصا في الشامبيونز ليج. طيب تعال نروح للباك رايت. باك رايت ارنولد احسن باك رايت، ليه ادوار كبيره هجوميه بيشارك فيها بشكل كبير جدا، ساهم في مساهمه كبيره جدا بالارقام ايضا في صناعه الاهداف مع ليفربول، وهنشوف الارقام معانا النهارده. مزبوط. ارنولد من افضل الباكات اليمين اللي في العالم، اللي بتورينا الكره الحديثه ازاي تلعب كباك يمين في المشاركه الهجوميه والتغطيه العكسيه والضغط العكسي بشكل كبير جدا. التغطيه العكسيه اكيد كان في مشكله بالنسبه له في هدف ليفربول، هنشوفه النهارده مع بعض. على مستوى الاثنين السيرد باكين روديجر طبعا وفان دايك. فان دايك وروديجر الالماني طبعا مدافع تشيلسي. انا اخترنا روديجر خلاص، هو دلوقتي طبعا اعلن النهارده رسميا انضمامه لريال مدريد. روبن دياز يعني انا ممكن اختاره البديل، او ماتيب في من ليفربول قد يكونوا بدلاء لروديجر في افضل تشكيل. فان دايك لا خلاف عليه، يعني صحيح. رقم واحد في قلب الدفاع لازم يكون موجود. كانسيلو الباك الشمال، باك شمال طبعا المان سيتي اللي اتبنى عليه تاكتيك جوارديولا بشكل كبير طوال الموسم، ليه مساهمات كبيره جدا. طب ليه يعني مش ريبرتسون؟ لان ريبرتسون عنده اخطاء كبيره جدا في التغطيه العكسيه وشفناها بشكل كبير وهنشرحها النهارده تكتيكيا في معظم اللقاءات. كانسيلو تقريبا 41% من الاهداف لمان سيتي اتت من ناحيه الشمال من ناحيه كانسيلو، والربط مع رودري وهنتكلم عليها طبعا نص الملعب كان ليه دور كبير جدا في الناحيه الهجوميه ايضا مع مان سيتي. طيب ده على مستوى حراسه المرمى وخط الدفاع. نيجي وسط الملعب، اخترت لنا دي بروين، الكانتارا ومودريتش. طبعا لا خلاف دي بروين، يعني تاخد ان هو كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي، في ليه مساهمات كبيره جدا، افضل بوصله في كره القدم على مدار التاريخ، احسن صانع العاب فعلا، بيقدر ان هو يحرك الفريق وينقل المهاجمين بشكل كبير جدا، من بيلعب في العمق بشكل كبير جدا، ليه مساهمات هنتكلم عليها رقميا ايضا. الكانتارا يعني انا هنا شويه وقفت ان ممكن يكون في مع سيلفا ورودري من مان سيتي قد ينافسوا الكانتارا، ولكن الكانتارا في التمركزات لاعب تمركزي محوري بيلعب بشكل كبير جدا مساهمه في الناحيتين الدفاعيه والهجوميه. محمد اداء الكانتارا بعد العوده لليفربول كان بالنسبه لك مفاجاه، وانه بدا هو يبقى محور لعب ومحور مهم جدا ومفتاح
كبير جدا صحيح. لليفربول هو اصبح المحور التكتيكي الاول لكلوب ليوربن كلوب. طبعا رجع للكنطاره بتاع بايرن ميونخ صحيح. نفس المستوى الاساسي لعب يعني هو ده الكنطاره، ولكن في النصف الثاني من الدوري الانجليزي اثبت نفسه في مودريتش. مودريتش ده 37 سنه، هل برضه ده اثر المباريات الاخيره لمودريتش على مستوى الشامبيونز ليج اثرت عليك، ولا فعلا حتى على مستوى الليجا الاسباني كان ليه مساهمه كبيره في حصول الريال على هذه البطوله؟ على المستوى طبعا الليجا الاسبانيه في اخر مش ليس فقط هذا العام، يعني في اخر 3 4 مواسم مودريتش ماسك نفسه، مودريتش استاذ التحضيرات والبيلد اب ونقل الفريق من الدفاع للهجوم. مودريتش بيعملها زي ما الكتاب بيقول، وانت هتبين لنا ده في التكتيك النهارده. مودريتش هو ليه مساهمات كبيره جدا في فوز ريال مدريد، مش بس بالتشامبيونز ليج ايضا بال. انا بتفق معاك تمام. طيب خط الهجوم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وكريم بنزيما ومبابي. مبابي رقميا يعني امبابي لا خلاف عليه في المركز دوت، مش فينيسيوس. على الرغم ان في ناس كتيره تفضل فينيسيوس، من ناحيه تكتيكيه قد يكون فينيسيوس افضل شويه، ولكن امبابي حتى رقميا هنشوف النهارده هو متصدر كل الارقام، سواء كان افضل هداف، افضل صانع، افضل مساهمه في الاهداف، وتكتيكيا طبعا مهاري كبير جدا بيقدر ان هو تعتمد عليه، عنده الحلول الفرديه. امبابي يعني يعتبر من اعظم لعباء او لعيبه العالم صحيح. في هذه الحاله. بنزيما ما فيش كلام، شفر الكره الذهبيه مبدئيا، يعني طبعا هيكون في منافسه كبيره جدا مع محمد صلاح لهذا العام، ولكن بنزيما رقميا وتكتيكيا وفوزه بلقب دوري ابطال اوروبا اكيد قربه بشكل كبير يعني لجائزه افضل لاعب في العالم، ما فيش شك يعني. بلا شك بكل تاكيد طبعا بنزيما. محمد صلاح لا غبار عليه، طب من افضل المراكز طبعا في هذا المركز الجناح اليمين معانا في الموسم الحالي. طيب. دي افضل تشكيله للخمس دوريات الكبرى، افضل 11 مركز نقدر يعني نختارهم في هذا الشكل 4-3-3. افضل تكتيك حصل بشكل مميز جدا من المدرسه الايطاليه، سواء انشيلوتي او طبعا كونتي مدرب توتنهام. بنشوف بقى معاهم ازاي بيعملوا الترانزيشن، بيعملوا ترانزيشن يا كابتن هاني بطريقه احترافيه عاليه جدا، بيوريك ازاي انا اقدر العب لو كومباكت، ازاي اقدر العب بالطريقه الدفاعيه واطور منها طبعا. وده كان تعتقد كان سبب كبير في وصول طبعا توتنهام لمراكز طبعا متقدمه وهيشارك طبعا في دوري الابطال السنه الجايه، وكان خلي بالك ده انجاز كبير جدا طبعا، وكان تحدي كبير طبعا لكونتي مع توتنهام. طيب بالظبط احنا هنبدا النهارده بالمثال او الحاله الاولى من المباراه الشامبيونز ليج امام ريال مدريد طبعا امام ليفربول. الجون اللي جه ده كابتن هاني ما جاش بالصدفه، لا ملعوب بطريقه احترافيه متكرره شفناها، بيبداها طبعا مودريتش. الصوره اللي قبل ديت، الكاد اللي قبل دوت، بدات الكوره من مودريتش الملك التحضيرات اللي هو بيبدا البيلد اب من ورا، بيبدا ان هو يحرك الكوره للامام بشكل كبير جدا. هنا كاسيميرو في نص الملعب ومعانا كارفاخال. الجميل هنا تكتيكيا ان مجرد مودريتش ينزل من ناحيه اليمين دايما كارفاخال كابتن هاني بياخد مكانه. وايه اللي حصل هنا؟ ان كارفاخال استنى على الكوره، طبعا هو وصلت له من مودريتش، الصوره بكده وصلت من مودريتش من ورا لكارفاخال. كارفاخال وقف على الكوره لحد لما ضم عليه الثلاث لاعبين. يعني نرجع نشوف، نقف شويه عند اول كادر معانا هنا، نقف شويه. كارفاخال ما لعبش الكوره بسرعه لكاسيميرو، كاسيميرو طبعا قرب له عشان يفتح زوايا للتمرير. هنا كابتن هاني في ثلاثه من لعيبه ليفربول بيضغطوا، كان هنا الدياز والكانتارا ضغطوا على كارفاخال، استنى على الكوره عشان يخلق الزياده العدديه. هنا اصبح الشكل 3-1، ثلاثه من ليفربول على كارفاخال، واستنى طبعا كاسيميرو، هو ده الشغل اللعيب المركزي او التمركزي في نص الملعب ان هو يفتح زوايا التمرير. نزل كاسيميرو خد الكوره في اللحظات ده كابتن هاني عمل السكاننج، شاف فالفيردي خد المكان المناسب. هنا طبعا عمل توتر عند فان دايك، وهنشوف طبعا فان دايك ايه اللي حصل في الصوره اللي بعد كده. كاسيميرو لعب الكره طبعا بسرعه لفالفيردي، فالفيردي ضم. هنا بقى لازم نقف، هنا في حته تكتيكيه حصلت دايما بنشوفها في مع انشيلوتي مع ريال مدريد في حاله الترانزيشن او في حاله التحول السريع اللي دايما بيعملوه. هنا في حاجتين مهمين جدا، كريم بنزيما بيعمل التحرك الخبيث بلغه الكوره، دايما كريم بنزيما خد كوناتي معاه للامام عشان يفتح
مساحه كبيره جدا لفينيسيوس. هو خلاص فان دايك خلاص عشان راح يقابل فالفيردي خلاص، بتتكلم على بنزيما خد السيرد باك وراح. وطبعا هنا بقى ارنولد الكارثه الكبيره، ارنولد طبعا تمركز خاطئ جدا، ما عملش السكاننج وشاف ان في ظهره طبعا هنا المكان يعني فينيسيوس اللي ضرب المكان المفضل يعني بالظبط لفينيسيوس معروف تحركاته دايما. بنزيما قطع بابراهيم كوناتي خلاص مسمره مكانه مش عارف يعمل ايه، وهنا نفس الكلام من فان دايك. لو احنا بنبص في المثال دوت قفل بطريقه يعني مش ده فان دايك اللي احنا بنتكلم عليه في مبارياته، كان هنا في تمركز خاطئ. سبب المشكله الكبرى هنا هو كان روبرتسون في ناحيه الشمال، الباك الشمال هنا كابتن هاني كان استغل ان هو ضم في الامام من بدايه الكوره من كارفاخال اللي لعبها طبعا لفالفيردي، وعم حاول ان هو يعمل الضغط. الجميل ان هندرسون من نص الملعب بدا يحاول يرجع بسرعه جدا عشان يقفل، حاول ان هو يقفل الضغط هنا او يحاول ان هو يقفل العمق الدفاعي عند ليفربول. الخطا التمركز هنا من فان دايك، تحرك بنزيما كمان عمل الكره بشكل اكتر من رائع مع دخول بنزيما ووجود فينيسيوس في المنطقه الخلفيه، وكمان عندنا توني كروز مكمل مستني بس حتى لو ما جاتش لفينيسيوس كان ممكن كروز ليه دور كبير جدا. اتلعبت الكره طبعا لبنزيما، طبعا هو عمل هنا الحركه اللي كل الناس قالت عليها ان هو وقع في الاوفسايد، هو وقع نفسه في الاوفسايد في الاول، رجع تاني ظبط نفسه مع مسار الكره عشان يضرب الاوفسايد، ما اتحسبتش اوفسايد، اتلعبت لفينيسيوس وكملت وبقى اصبحت هدف. كان هدف ليس ولاده الصدفه، وده اللي حابين نثبته النهارده بالشكل، نفس الشكل ده حصل امام باريس سان جيرمان. يعني هنكمل ونشوف نفس اللعبه اتلعبت امام باريس سان جيرمان. طبعا هنا اتلعبت الكوره، جت الكوره خلاص اتلعبت خلاص وراحت لفينيسيوس واحرز الهدف الفوز طبعا هدف البطوله امام ليفربول. ليه بنقول ان ده مش وليد الصدفه وليه افضل تاكتيك بيحصل في الدوريات الكبرى؟ لان الموقف ده حصل قبل كده امام باريس سان جيرمان في ماتش ريال مدريد امام باريس سان جيرمان هذا العام في الشامبيونز ليج. بدايه التحضير البيلد اب دايما يتدخل فيها مودريتش اللي قلنا عليه النهارده، ودوره التكتيكي الكبير دايما بيحصل. خلي بالك كمان اللقطه دي، معلش مع عدم قطع كلامك، مودريتش في اللقطه دي كمان هو ضغط وخد الكوره وبدا يطلع بيها، ما كانش كمان جزء من البيلد اب، كان حاله دفاعيه خدها مودريتش وبدا يعمل الترانزيشن من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. نفس الشكل ده شفناه امام ليفربول، الضغط صحيح اللي بيعملوه بيولد طبعا الخطا، واخذ الكره من نيمار وبدا ان هو ياخد طبعا كل لعيبه باريس سان جيرمان في الموقف العددي اللي احنا شايفينه، بنزيما بيزيد معاه، حتى فينيسيوس كان متاخر لسه في نص. ما هي ده الجميل بقى كمان عشان الناس تشوف لحظه استلام الكره لمودريتش وماشي بيه، عندك اثنين لعيبه اللي بيعملوا الفارق وهم اللي بيصنعوا الاهداف، بيعملوا السبرنت قد ايه، شايفين بنزيما فين وشايفين فينيسيوس فين، صحيح هنشوف بعد كده الصوره وصلوا لفين، ودي الادوات اللي بتخدم على الفكره طبيعي، على فلسفه طبعا انشيلوتي، وهنشوفها برضو مع كونتي مدرب توتنهام. مودريتش طبعا كمل بالكوره زي ما قلنا، فينيسيوس لسه في نص ملعبه يعني مسافه طويله جدا. هنا بدا ان هو زياده العدديه اللي احنا شايفينها، شوف كم واحد من باريس سان جيرمان تمركز خاطئ عينيهم بس على الكوره، نفس الكلام عمل السكاننج السريع مودريتش ورمى الكوره في بس اذا جاله عمل شغل حلو طبعا يعني اذا جاله بنشكره على الشكل صحيح حاجه محترمه جدا، ويورينا الضغط التمركز اللعيبه الزياده العدديه، ورينا فينيسيوس كان فين وبقى فين صحيح. دايما التحرك الخبيث بتاع كريم بنزيما اللي شفناه امام حلو التحرك الخبيث ده بلغه الكوره اللي هو فعلا يعني انا بشوف طبعا في هالاند دايما يذكر هالاند نفس التمويهه اللي بيعملها الفنت بجسمه، نفس الكلام عمل كريم بنزيما، دخل العمق سحب معاه واحد واثنين فضى المساحه لفينيسيوس. طبعا والتايمنج مهم جدا جدا، ان تايم طبعا الكره اتلعبت في مساحه، ودايما الكره في مساحه لان عارفين سرعات فينيسيوس يقدر يوصلها بشكل كبير. طبعا هو كان فينيسيوس دايما الناس بتلوم عليه شويه بيقف ويعطل الكره، ولكن هو دقيق جدا رجع كور مودريتش، المودريتش طبعا عمل اوفرلابنج لبنزيما وترجمه الهجمه لهدف. الشكل ده مكرر بشكل كبير جدا، ده بيثبت ده افضل تاكتيك في الترانزيشن والضغط، ده جزئيه الترانزيشن بالنسبه لفريق ريال مدريد، وساعدته كتير جدا على مستوى المباريات الكبيره زي البي اس جي ونهائي دوري الابطال امام ليفربول. طيب على مستوى نفس المثال في البريمير ليج، نفس المدرسه الايطاليه، اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على كونتي وازاي هو بيطور المنظومه الدفاعيه باحراز اهداف غزيره جدا، الشكل ده شفناه، ولكن ليس كان ما كانش ضغط زي مودريتش، هنا كان بيلد اب من الخلف طبعا، بتتلعب البيلد اب دايما بالكرات العاليه بتحركات سون
وهاري كين لما بينزل دايما هاري كين زي ما كنا قلنا قبل كده في الحلقات السابقه بينزل هاري كين بيسحب معاه اثنين من قلب الدفاع الخصم ويفضي المساحه طبعا لسون. يعني احنا اتكلمنا قبل كده بالشكل ده، ولكن هذا هو الفلسفه والمدرسه، وده افضل تكتيك شفناه السنه دي في الدوريات الكبرى. ده طبعا ده الهدف، اعتقد ده هدف الهدف امام المان سيتي سون. زي ما احنا شايفين الصوره الاولانيه كان في طبعا اندفاع كبير جدا، لكن الترانزيشن السريع جدا جدا وخلق المساحات مع كمان نهايه، اعتقد كمان نهايه الهجمه بشكل اكتر من رائع. صحيح. ده مهم. انت اتكلمت على نقطتين مهمين جدا، اتكلمت على الترانزيشن ودور وسط الملعب في التايمينج، واتكلمت كمان على دور الهجوم، تكلم على فينيسيوس على بنزيما، وبتتكلم كمان هنا على سون وهاري كين. صحيح. ده في رأيك الأفضل تكتيك في الدوريات الخمس الكبرى اللي قام بيه على في ريال مدريد طبعا أنشيلوتي، وعلى مستوى البريمير ليج توتنهام كونتي، كونتي مع توتنهام بكل تأكيد هو ده الأفضل تكتيك شفناه بيتعمل بالطريقة دي، الطريقة سريعة جدا. إزاي بيورينا التحضير بيبدأ إزاي من ورا، سواء كان في نقطتين يا كابتن هاني، سواء كنت بتعمل بيلد أب تحضير من الخلف للأمام، أو في حالة الضغط العكسي أو اللو بريسنج على الخصم، إن أنت بتولد الخطأ زي ما شفنا مودريتش مع نيمار واخذ الكوره، وبدل ان هو يتدرج بالكوره وينقل اللعيبه لقدام. ودي النقطه اللي احنا نتمنى تكون عندنا هنا في الكوره المصريه، ازاي عندي الفكره ان ازاي انقل الكوره بسرعه جدا في ترانزيشن، التحضير بيبقى اسرع، ان يكون عندي الادوات والسرعه ان انا اخلق المساحه والمسافات وزوايا التمرير، ان انا ازاي اساعد زملائي في رمي كوره او تمريرات عموديه بشكل كبير جدا، ازاي ان انا برجل الخصم زي ما شفنا في هدف ليفربول، يعني ريال مدريد امام ليفربول، ان هو مسمر ابراهيم كوناتي بالتحركات، تحركات من غير كره لها دور كبير جدا، وتحضير ونقل الكره، التدرج بالكره من الخلف للامام، دي اهم عامل من التاكتكس اللي تساعد طبعا في احراز نتائج واداء. طيب قبل ما ننهي معاك محمد، عايز اعرف منك، طبعا بنخرج البريمير ليج ده رقم واحد في العالم، في رايك الدوري الاقوى بعد البريمير ليج، هل كان الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني، يعني الدوري الالماني من وجهه نظرك؟ اقوى دوري كان بعد البريمير ليج طبعا الدوري الايطالي. الدوري يعني الايطالي طبعا بكل تاكيد، برضه حسم في المباراه الاخيره وفرق نقطتين، يعني اي سي ميلان عن انتر ميلان فرق نقطتين فقط، نفس الكلام كان ليفربول والمان سيتي، فرق نقطه للمان سيتي، وتوج المان سيتي في اخر يعني لحظات، مش عايزين نقول اخر مباراه، اخر لحظات من المباراه النهائيه. معانا ارقام لو نقدر نبص عليها سريعا بتورينا مين اقوى، لو معانا جدول ونلحق نشوف ارقام سريعه بالنسبه للدوريات سريعا جدا. تمام. يعني هو الدوري الايطالي، الدوري الايطالي طبعا هو حسمه الميلان بشكل اكتر من رائع في الاسبوع الاخير. يعني بالظبط، يعني نفس الكلام شفناه في الدوري الانجليزي، ثم ياتي طبعا الدوري الاسباني والدوري الالماني، حسمه من بدري جدا سواء كان بايرن ميونخ او ريال مدريد، ثم طبعا وايضا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، يعني حسمه من قبل ما يبدا يعني تقريبا. صحيح. فهو كان اقوى دوري هو طبعا الدوري الانجليزي، ثم ياتي الدوري الايطالي، ورانا بارقام كبيره جدا ان هم يعتبروا افضل دوريين على مستوى العالم طبعا، او على صعيد الخمس دوريات الكبرى. نفس الكلام ولدوا لاعبين هذا الموسم يعتبروا من افضل اللاعبين على مستوى العالم بارقام كبيره جدا، شفناهم بمقارنات سواء كان محمد صلاح وسون ودي بروين في الدوري الانجليزي. صحيح. شفنا طبعا كريم بنزيما وفي الدوري طبعا الاسباني مع فينيسيوس والثنائيات والارقام الكبيره كمان والمساهمة. المقابله اللي جايه ما بين ليفربول والمان سيتي ثاني على الدرع الخيريه الانجليزيه، وطبعا يعني في النهايه بنشكرك، شكرا جزيلا محمد، نورتنا وشرفتنا، ودايما متالق ودايما خارج الصندوق. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كابتن هاني. شكرا ليك يا محمد، وشكرا لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله التواصل مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي في نفس الميعاد ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.